وحين كترنا بشي شعبان محاصلنا محاب بدعان بشا دحليلة انت ينو براروتين اينا وانتا سوية شان الرمودة دعضو ينكي ووينا بشان تاريخ الإسلام كصامري يشان الرمودة سنة يشان الرمودة بدعان انتا سينو براروتين لها وقتك كوبان ان شاء الله بشان سنتي هذه اللبات أما سنت كل لبات عن إلهة هجرة بشن شعبان وحيابي أحداثها تاريخ ذا إسلامي قد عايو حكم ذا تحويل القبلة وارين تاريخ ذا لحي لدى علماء وتاريخ وقائع حيابي دعا مرك كور رمى يعني كصوت دران معلومات قودنا كون نقونيسة قبلة ذا أول سوب بدلي وحقا مركي هروح اللوت تكنش لبيت المقدس ولا جسوب بدلوا كعبة قابلة بقى إلى هاي يضع إلى هاي وكو أمري رسول صلى الله عليه وسلم يوم مد إسلام كهد والآي تشوغامب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ومد نساس إلى هاي أمر يوحي فولوا وجوهكم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شضرة يلكستو أدونك كتشوكتاه حقا كعبة وجهي نوچه دي لحية طبان بلاد ما تطبية طبان بلاد بلاد تكن اي الهي ساسو فريس دي بانا ينكسعنا وحيابها بشن الهي واجبية وحكم دا سندا اللبات هجرة دا صوم كبش رمضان يسكا تفدرقة لولا فرضو اس سارة شعبان بلا واجبية وحكى لي دتكو آذو فرحان بشاه شعبان أول مولود في الإسلام في دار الهجرة مركي الرسول صلى الله عليه وسلم يا أصحاب تو هجروا ذين مدينة تعادي يهود وإفافية وحكى مذها مسلم كوانو سحرنا وحنا ليابا ما تشربا سحر لنا بيانو بفافية أصحابي يغهر نشي دتكي سو هجروا ذي سيبا وحوها عبد الله بن الزبير وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أيضا شيء سند لبدي بشي سند كي لبعض بشا شعبان لبدي ذي بنش وحكملها أحداثة أيضا عذوين كشعبان مقبرة ما حوالها بقيع أمرك إن حجكي عمرها إن تقنع إن سوسي يارنه المساج كرسول صلى الله عليه وسلم كأجدو سنة كاسا ومدى النبي وجد ين هل كا أي نقطة مقبرة دي حواري مسلمين سلسن سلم بشاس بالله هاي شعبان وسنة كاس سنة كاسا أصحاب يجوه الرجال لقوا عصينا وحوها عثمان ابن مذعون النبي قرابة عليه الصلاة والسلام شعبان سنة دي شنات وحد الشيء إن كي الرسول صلى الله عليه وسلم أوغوها الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم والنبي قال أنت سؤال الشيء إسلا سنة كاشتنات وحن عيد قال كي عسلاء تاريخي قها الأورنج ري غزوة بني المصدرق أحداث تيذا انت هرى وقت النبي كوي على دعيك واسا كمدها وحيابها سنها بشن قف كي أوغوها يا ee soomi kara waxa sunnaa inuu soomka badsado inuu soomka bishan shacbaan oo badiyaha di awoodiyo duruufta ay u saamaxayso taasina waxaynu kaga daynaynaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay nagu adoonsaday inaynu kaga dayno sunnaa iyo faralba iyo dhaqanka diinta aaysha waxay leedahay lam yakun an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yasuumu shahran akthara min shacbaan فإنه كان يصوم شعبان كله حديث صحيحين بشا النبي وغو صوم بدنا شعبان به رواية قاركود وحي تلمام يا وغو صوم بدنا قاركود وحي شيء لما هو ذا صوم يجري ما لين مال ما كم إذا وحديث كالباده أسامة بن زيد باوي دير رسول صلى الله عليه وسلم وحاولوا عن قاركا إن آذو بدي صوم كبشا شعبان محاسة بابوه رسول كوحو كتواب صلى الله عليه وسلم بشتني يدا إلهي بالله كريالا عملك ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين
عملka ayaa عملka adoomaha ilaahay loo gudbiya fuhibbu an yurfa'a amali wa ana saaim waxa aan jecelay amalkayga in ilaahay loo gudbiya anigoo sooman oo warbixintaydu allah u tagto waxa markaa culimadu ay isweydiiyeen xikmadaha ku jira inuu nabigu bishan shacbaan badin jiray soomka sunnaha maxay tahay ila kolleyba ramadaan unbaa soomkeedu waajib ahaa bilaha markaa shacbaan muxuu u badin jiray saddex xikmadood bay culimadu ku sheegeen midi waa taa aynu arkayna uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay camalkiisii in la kori camalka addoomaha in la kor yeelay uu jecel yahay inay isku beegmaan camalkii oo ilaahay loo qadimay iyo anigoo sooman ama addoonkii oo sooman midda labaad waxa weeye xadiidka laftiisa qaybta hore nabigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam addoomuhu inay qaflad galaan oo bisha rajabna ay cibaadaystaan bisha ka dambaysana oo dee rajabna muxaramka waxay waa bilihi ashhurul xurumkaa xurmada lahaa ramadaanna waa bishii cibaadada sidaa daraaddeed taasoo xurmadeeda ay dhowrayaan oo camallo badan oo cibaada ay sameeyaan iyo ramadaan oo iyana fadli siyaadaa leh labadaa dhexdooday ku jirtaa markaa qaflad baa ku dhacda addoomaha camalka ay fudaysadaan sidaa daraaddeed qafladaasa naftayda ka saaraya buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam dalika shahru yagfulu annaasu canhu bayna rajabin wa ramadaan marka qafladaasi waa addoonkii isaga ilaaliyo marnaba cibaadada aanu u daynin ilaa waqtigiisii oo dhan wuxuu uga faa'iidaysan karaya addoonku cibaadada waxaana la ogsoon yahay waqtiyadaa dadku qaflada ay galaan cibaadada aanay ku baraarugsanayn camalka la sameeyaa aad buu fadli badan waxaa kaloo ka mida xikmadaha waa tawti'atu liramadaan liyakuuna alyana liadaa'i asaalixaati fii ramadaan naftii baa la sii carbinaya qofku marka la doonayo inuu dagaal galo dagaalkaasina culus yahay dadaal baa ka horeeya iyo tababar dagaalka ramadaan nafta iyo shaydaanka lala galaya aad buu weyn markaa qofki inaanu iska soo kicinuune ama aanu iska soo toosin markay ramadaan bilaabmayse isagoo dugsigii tababarka soo maray oo naftii soo carbiyey oo soomka ramadaan sida hilaaca ku maray u fudud yahay inuu soo galo weeye ramadaan oo markaa waa carbin xagga nafta ah waxaa kaloo xikmadaha ka mida bay leeyihin culimadu rasuulku sala allahu calayhi wasalam mararka qaarkood waxa badnaa inuu ka mashquuli jiray soomkii sunnaha ahaa ee bilaha had iyo jeer uu ku dadaali jiray dhexdooda khamiisihii isniintii maalmihii cadcada waqhtigii markaa iyadoo sunno badani uu ka tegay ramadaanna soo dhowdahay ayuu soo galayaa shacbaan marka wuu ka gaadhsiinayaa sunnayaashii tegay sidii qallahoo kale waayo isaga fursaddu muu dayici jirin rasuulku sala allahu calayhi wasalam sunnuhu qallayn jiray arrinta labaad ee sunnaha ay waxa weeyaan sawmu surari min shacbaan sawmu surar min shacbaan waa maalmo uu bixiyey nebigu magacaas waa awalka aakhirka awsadka intaba waa la yihi laakiin sida raajixa ee waxa weeye maalmaha dhexe inuu qofkii soomee cadcad oo laba jeer uu sunno yahay shacbaanna in la soomo markiisii horena uu sunno ahaa asxaabigii cimraan ibnu xuseyn la odhanaya radia allahu canh nebigu uu la hadlaa wuxuu ihi hal sumta min surari hada shahri shay-an bishan shacbaan dhexdeedii wax ma soomta maya buu ihi markaa rasuulku waxa uu ku yihi faidaa afdarta min ramadaana fasum yawmayn marka ramadaana dhammayso soo qalleeyo maalmihii ku dhaafay shacbaan ee aada soomi lahayd bishaa dhexdeeda soom buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkuna saxiixaynka ku sugan yahay waxyaabaha sunnaha waxaa ka mid a inaanu qofkii soomin soddonka shacbaan maalin la diiday weeye soomka yowmu shaki loo yaqaano fiqiga islaamiga maalinka la shakisan yahay maalinkaa la shakisan yahay laleeyay ma shacbaan buu u dambeeyaa mise ramadaan buu horeeyaa soomkiisa waa kayru mashruuc waana xaraam weeye
نبي أنا تيدي عليه الصلاة والسلام سيدو حسن حديث كي بخاري لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم قفكي هروسو صومي تريمو يعني ياي دعين رمضان بش شعبان لا بلا عشاء ودن بي أما مالك ودن بي قفكو صوم لا يكتب النبي عليه الصلاة والسلام وحا أفراد وصلنا بش نحليه قفك وحي قلل لقول ها رقي يدو مربا انت رمضان لقارين نود ذاله فدين الله أحق أن يقضى رسول كوح الله صلى الله عليه وسلم دين ت إلهي ما كوها بون إلا دك دكو أولا قل أيو عائشة وحي لا كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان حديث صحيحة وحي لا يقول يا لنجري صوم قلاه فرصة وحي أنه هل يترون إلى شعبان قل أيو دمر بدن ويترن سيدة عائشة كلاه أما دلمدو أي دافيسو رمضان أما عاددو أي دافيسو سادرات دينو إني لقولت تليو أي كلت كد دالان عبادة دا قلها واجب وي أدت كوي سكي لاوان وي ديب ديغان إلاو مركا سوق قلو بش شعبان مركا وحي قلها هاي أدونك إلهي وكلها أما ها أهادو رمضان أما ها أهادو كفارة قد كي سوم كي كفارة قد كي أما النذر وانو قفكو رمضان كور سوما وعشان هذا وصلنا قفكو إنو دعايستوها بين كشعبان أي كالبرتا سيكون عبادة دي سيهران الله إيمانين لكن عبادة سيادة أن لا إيمانين لكن دعاء دي استغفار تينو بطسده تانا وحو الدليلة حديث كحسن كا رسولك صلى الله عليه وسلم فضلك هذين كاو كقور ربي وحو الله إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن إلى هبينك بشت شعبان يتهيك لبرك إلى هوا سودك هبينك وحاودا بدا فخلقك سودا قف قال يقف نحل حنبارسن مويان قف قال قال له مدا بدا في قف ولا ليس كلام مسلمين تا نحل الله بدأ وقلت لنا لقد في ما يبر رسولك صلى الله عليه وسلم بركاسي وقفكي وقفة إذا استفر صداس سيدة خاصة والنبي قوشة عليه الصلاة والسلام إنه دعاء البضية هبين كاي السقعة حديث كنا وحا ولما على يوم حديث كي كلا صحيح مسلم كسقنا من حديث أبي هريرة يا رسولك وحسين صلى الله عليه وسلم إثنين والبا يا خميس والبا عملك إلهي بأن الله قد بيام ولا يكتب وربحين تيساو قد بيام بركا قف كان إلهي وشريك يلين أن قالها وأن الله دم بالدافة لبدا قف أن عيب شيئا إيا حماني دح أولين نوى الله دم بالدافة لكن لبدا قف حماني دح ذو تعالى إلهي وحو الله أنظروا هذين حتى يصدلحا صدح جار إلهي وحو الله أوكادية 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 إلهي وسعفية بركا يسعفية بأن النعفي دونا مركا إسلام كو أما الدين تو حين نقول رجع لنا يساه هنا ينسام حد يعافس كبعض النوم ما دام إن الله كدونا إن سبحانه وتعالى إنه نعافيه فرصة أن ينكم يا جه هذين كاس قرء سيدا صحيح قصة جن هذين والبوين هاي سنة فرصة رسول صلى الله عليه وسلم يقول الله إلهي وحسود دجا هذين كمركز صدح ما رضى ما له دوم والقصوى الضوء ما الله الله يا هل من مستغفر فأغفر له ما ترى ميدا بداف ويدسني وارو داف هل من داع فاستجيب له بدعاء سنة يا ما ترى ودعاء سأقبله هل من سائل فأعطيه قف سجن بريق قديم يا ما ترى يوحو يويدست عن سينا يا وعن سيو حتى يطلع الفجر إلى واجو بريو دلاعيو سيدا سوي لهاي أطوامها ولا هذا يا مركين إنه كتشوابنا وهذين والبا وقت جاء عبادة ذا إيه الدعاء ذا إيه استغفار تا إنه كعنه بدينا لك قدام ويه مركارين تاسكو ما جارا هون هبين كاس شعبان كلا برا يه فرصة دعوة إنه هاي السنة هذين والبا وكفى إذا سن كرينا شن تعرفوا ذا إنه كدي جينا وحويا شيعادو أرماء السميان إيو دت كقار كود أو سنين تماكم إذا هاي سكجت ضيدا waxay uga digaynaa damaanad adduunyadu ay soo furantay halaga badad badan oo aan aqoon lahayn
markay arkaan dhaqdhaqaaqa la sameynayo dad muslimiin sameynayaan inay iskaga daydaan ama ku raacaan. waxaa ka mid a waxay u yaqaanaan habeenkaas ziyaarat lxuseyn, xadiisa daciifana waa usoo qaataan, aan idhaahdee mawduuca xadiisa iyagu dejiyeen ay qoreen oo fadli u sheegaya habeenkaas si gaara in lagu uruuro oo lagu buuqo xabaasha xuseyn oo lasoo siyaarto. waxay leeyihin markaa qofka siyaaran kari waaya falyazur gayrahu min alaima, imaamiyaasha kaleba ha iska soo booqdo, hadduu gaari kari waayana salaanta un halkaa ha uga diro iyo baridada. waxaa labaad oo ka mid a waxay soo kordhiyeen wax la yidhaahdo ama xadiisa daciifa u alifeen, waxay u yaqaanaan salaatu lalfiya, salaada kulleyda. arki doonto iyadoo dadka qaarkood tukanayaan 100 ragcadood oo mid walba lagu akhriyo 10 qul huwa leh, markaa dee 10 boqol lagu dhuftay waa 1000 weeye, saasay alfiya ugu bixiyeen. aadna way ugu dadaalaan, waxaanay u arkaan inay kaba miisaan badan tahay ama say ugu dadaalaan si ciidda iyo jumcada ka daran ayay ugu dadaalaan, taasina bidcooyinkay ka mid. waxaa saddexaad oo ka mid ah in la qaldo tafsiirka aayadda suuratu aayadda ilaahay uu kaga warramay subxaanahu wa tacaala laylatu lqadriga, inaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka innaa kunnaa mundiriin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina. aayaddaasoo ka warramaysa habeenka laylatulqadriga ayay habeenka shacbaan kala barhkiisa ah ku fasireen, magaca bahjadana way u bixiyeen. oo bahjada dad badan baad ka maraysaa iskaba caamada, caawa habeenkii bahjada ama habeenkii bahjada soo dhow. dabeetana waxay leeyihin sanadka wixii ilaahay uu qadarayo ayaa habeenka lasii qorsheeyaa, la habeeyaa, malaa'igta lagu wareejiyaa, macnaha fadligii laylatulqadriga uu lahaabay xaggan u wareejiyeen, waana tafsiir qalad ah. maraajicda culimada islaamka oo dhan markaa dib ugu noqoto, habeenka aayaddaasi ay ka warramaysaa waa laylatulqadr, ma aha laylata nisfi min shacbaan, habeenka shacbaan kala baran maaha. waxaa kaloo afraad oo ka mid a waxyaabaha ay sameeyaan habeenkiina in qiyaam lagu gooni yeelo, maalintiina siyaam, oo la yidhaha salaado badan hala tukado, kuwa aynu soo sheegnay qaar kaleba, ama qofba intuu kari kare siyaada ah oo lala eeganayo un habeenka, maalinkiina hala soomo. marka soom maalinkiya iyo qiyaam ama sara joog cibaado laysu taago habeenki, taana way sheegaan. waxaa shanaado ay sheegaan salaad gaara iyaduna 6 ragcadood oo loo yaqaano salaatu raqaa'ib, way sheegaan. dadkeenna waa ka maqli jirnay waqtiyadii hore, waa la isticmaali jiray. imaamu nawowi raximahullah waxa uu leeyahay salaatu raqaa'ib wa salaatu shacbaana bidcataani munkarataani qabiixataani, salaadaha la sheega habeenkaa in la tukanayo oo aan hore loo tukan jirin waa bidco aada u xun oo sharciga lagu soo daray oo liidata. almuhim waxaynu ku soo ururinaynaa marka ilaahay loo cibaadaysanayo subxaana wa tacaala waxaa lagaga daydaa rasuulka sal allahu calayhi wasalam, wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wataquu llah ina allaha shadiidu lciqaab, wixii nabigu idinla yimaada qaata, wixii idin diidana ka taga. cibaadadu markaasay ajri iyo abaal iyo ammaan intaba addoonku uu ku helaa, haddii kale inkaaro iyo cadaab ayuu kala kulmayaa. way iska wanaagsan tahay iyo waxaan dad baan kaga dayanayaa iyo miyaanay fiicnayn oo khayru ahayn, waxaasoo dhan isma soconayo. arrimahaasaa bishan dhexdeeda sunnaa, arrimahaasina waa waxyaabaha aynu isaga digayno ee dad qalloocan ay markaasi khalada u jidaysteen axaadiis iyo warar mawduucaho ay dejiyeenna ay u alifeen. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله. bisharo 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 haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka, hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo.
دوكسيغا أولاينكا اي براشادو قرآنكا كريمكا يشريعة إسلامكا دروستا او سيدا تحانها او ديوه وحاكمدا براشادو قرآنكا كريمكا يوهي قادا علوم تشريعة إسلامكا تربية أولادا يولو قد عربيغا هذا با اسخوريست واي سعوطا هلان هروغا وحفا فاهينا كلاحرين نبرادا شعشادا كاقا مقبا هموغاني دوكسيغا أولاينكا براشادو قرآنكا كريمكا